سأعود إليك دكتور عبد الله. البعض يرى بأن خطب الجمعة يعني كما هي وإنها بعيدة كل البعد عن الوسطية، إما يعني فيها تشدد فيها، ومن جهة أخرى البعض يطالب بضرورة تأهيل بعض أئمة المساجد ليكون لديهم القدرة على الخطابة والطرح بوجهة نظر وسطية دون تشدد أو دون وضع يعني آراء وأفكاره في الخطبة. ما أدري إن كان هذا الكلام اللي حقوله أنا يعني مناسب أن أعلنه أو غير مناسب أن أعلنه، لكن خليني أقول لكم هو بصراحة لأجل أنه يتأكد الناس جميعا المستمعين والمستمعات في هذه البلاد المباركة من أولها إلى آخرها أن هناك يعني من المسؤولين من عنده اهتمام كامل بتطوير موضوع خطبة الجمعة. أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، أنا أحضر اجتماعات شهرية مع مجموعة من الخطباء ومجموعة من الأئمة في مساجد جدة ومساجد مكة ومساجد الطائف مع سمو الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة. عنده اجتماع مخصص للخطباء والأئمة والوعاظ في هذه المنطقة، يطرح لهم ما ينقله المجتمع ويحاول أن يعني يصل بهم إلى موضوع معين، أنه يا جماعة لابد أن تقربوا من المجتمع، المجتمع يريد منكم كذا. هم الخطباء بيقولوا الأمير يا أمير نحن نريد كذا وكذا وكذا. فالآن اتفق على اتفاقيات كثيرة جدا، من ضمنها استحداث معهد أو تطوير معهد لتطوير الأئمة والخطباء والدعاء. يعني الموضوع هذا في البال والناس تعرف هذا الأمر، واعتقد انه الخطيب لابد ان يطور نفسه بنفسه، ان لم يطورها بنفسه فلا يعني اقل من ان يلزم بانه يحضر في معاهد معينه لتطويره وتعريفه. اذا كنا هل يوجد لدينا معاهد؟ طبعا طبعا يوجد. نعم. يوجد لدينا، عندنا معاهد لتطوير الائمه والدعاء والخطباء ودورات لهذا الامر، لكن الناس ما تعرف هذا الامر، الناس نعم. للاسف ما تعرف، لكن هناك معهد الآن. الناس لا تعرف كيف تقيم الخطيب، أم لا تعرف أنه يوجد هناك هم أماكن لتدريبهم؟ لا هو الناس ما تعرف أنه في أماكن، لكن في أماكن وسيكون هناك مكان أكبر وأكبر وأكبر لأجل استيعاب هؤلاء الناس، وهذا شيء يعني قريب يعني جدا. كأي إنسان أو هذا لأول وهلة يدخل إلى المسجد، أو كيف نقيم الخطيب؟ طبعا هو التقييم ما عندنا أدوات تقييم يعرفها العوام، أدوات التقييم هذه لا يعرفها إلا المقيمون، يعني الإنسان العامي. دائما في إنسان يقول لك أنا أبغى هذا المسجد لأنه هذا أسرع مسجد في جدة. ولذلك عندنا الخطيب كلما كان فطنا وكلما كان حاذقا يستطيع أن يصل بالمستمعين إلى ما يرضيهم وبالحاضرين إلى ما يرضيهم. مثلا أذكر لك تجربة في مدينة الرياض، هناك مسجد يحرص عليه الناس تماما في صلاة التراويح لأنه من أسرع المساجد في صلاة التراويح، والسبب أنه مسجد سوق. المسجد عندما يكون في السوق مثلا في قريب من مجمع تجاري ينبغي للإمام أنه يعجل بهم ولا يقرأ من الصور الطويلة، لأنه الناس يعني تبغى تصلي وتبغى تروح تشوف أرزاقها إذا كان المسجد بعيد. ولذلك الخطيب هو الفطن والذكي، كلما كان حاذقا كلما كان فطنا، كلما استطاع أن يعرف أنه يطول أو ما يطول، يقصر أو ما يقصر، ما الذي يريده الناس. هذه أمور مهمة جدا. أشكرك جدا دكتور عبد الله فدعك. معنا مداخلة من الدكتور محمود زيني الأستاذ بجامعة أم القرى وإمام وخطيب جامع الأسود في الأسود أسفة في العزيزية بمكة المكرمة. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. من الأسود للأسود يا دكتور محمود، أهلا بك. كلهم حلوين، كلهم حلوين. خليني أمسي عليك شيخ محمود. الله يمسك بالخير يا سيدي. كيف الحال سيدي؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. هذا المكان مكانك مو مكاني أنا، بس عاد جلست فيه نيابة. أنت السيد الكل والله. تسلموا سيدي. أعطونا سيدي، أعطونا وأفيدونا. الله يديكم العافية. سؤالنا لحضرتك، هناك قصور واضح في تأثير الخطب على المجتمع، وربما يعود ذلك إلى وقوع بعض الخطباء في تقصير نوعا ما، وعدم إدراك أولئك الخطباء لمعنى الخطابة وأهميتها كوسيلة دعوية فاعلة. ما رأيكم؟ الحقيقة مع عملية التقصير الموضوع ده يعني كبروه زيادة زي ما يقولوا، وكثير من الخطباء ملتزمون ويراعون مصلحة الحاضرين وينزلون إلى مستواهم ويناقشون قضاياهم، وهذه ملموسة القضية دي. ولكن إن كان إذا كان هناك في بعض تقصير، لكن لا التعميم غير مطلوب. أنا قلت البعض يا دكتور محمود. طيب دكتور محمود، كان البعض أنا وافقك على البعض يعني. نعم. لكن دكتور محمود خليني اسمح لي أقاطعك كده عشان بس الألفة اللي بيني وبينك.
قاطعني يا سيدي الله يحفظك. انت بتقول يا سيدي انه الخطيب لازم ينزل الى مستوى الناس. ايه. انا ابغاه كمان يرتفع بمستوى الناس في نفس الوقت. هو طبعا هو حينزل عشان يخطبهم على قدر عقوله. لا انا قصدي من ناحيه الرفع انه ممكن هو يعني يعطيهم واجبات هم كمان يفعلوها، يعني ممكن انا احضر الناس للخطبه القادمه، فهذا معناه ان انا برفع من مستواهم في البحث في التمحيص في كذا. احسنت، صحيح، هذا كلام ممتاز يعني. ولا لكن هو يعني يستطيع ان يؤدي الدورين، يعني ينزل اليهم ويخطبهم على قدر عقولهم ويرتفع فيهم كذلك، وهذا هو المؤمل من الخطيب ان يكون على هذا المستوى يعني. نعم. ما هي المشكلة طيب يا دكتور محمود؟ يعني في كثير من الشباب غير راضين تماما عن الخطب التي تدار أسبوعيا في المساجد، يعني بيقولوا رتابة، كلام متكرر، ما في الجديد، مملين. كيف نقدر يعني نجذب هذول الشباب؟ كثيرة هذه. أين الشباب؟ نحن نطلع على المنابر ونلاقي غالبية الحاضرين ليسوا من الشباب، بل من يعني الناس الذين لا يأتون إلا كل جمعة. ونبحث عن الشباب، وأنا أجلس كل عصرية وأدارس مع الناس اللي في المسجد على موضوع الخطبة التي مرت، وأتطلع إلى منهم إلى يعني رؤى جديدة نناقشها. الإمام يعني متفتح ولله الحمد ومثقف ومستطيع أن يخاطب الناس بما يريدون، والإيجاز مع الإبداع، الإيجاز مع الإبداع في الخطبة هذا هو المطلوب. لكن أن تكون الخطبة ساعة زمان أو ساعة لأرض، بحيث أنه من تفوت الخطبة في جدة أو في الطائف ده يمكن أن يدركه عند بعض الأئمة في مكة، هذا لا يجوز. نعم. وكذلك الحال بالنسبة لده. الشباب يعني نريد هؤلاء الشباب أن يأتوا إلينا إلى الأئمة ويعرضون مشاكلهم. في كل يوم لنا دروس ولله الحمد، نجلس لعامة الناس ونبحث عن هؤلاء الشباب لا نجدهم. نعم. أتمنى هذه صرخات في الفضاء كده، لكن أين هؤلاء الشباب؟ الشباب يذهبون إلى المنتجعات يوم الجمعة، يذهبون إلى المنتجعات، يذهبون إلى الهدى، يذهبون إلى المسابح، ولا يأتون إلى الصلاة. كيف نأتي بالشباب هؤلاء؟ دكتور محمود أتمنى أن تكون معي لأنه هناك سؤال لحضرتك، ولكن فاصل قصير. أعزائي المستمعين، فاصل قصير، فابقوا معنا. أنتم الآن تتابعون برنامج السعودية اليوم لمناقشة أهم القضايا السعودية.